حقك مع هاني المهندس. ويسعد الله مساكم وحياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. معكم برنامج من حقك، معنا هاني المهندس عبر أثير إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف إف إم. التجارة الإلكترونية، مين فينا ما يعرف البيع والشراء عن طريق الإنترنت، عن طريق إنستغرام، عن طريق إيش ما كان طبعا السوشيال ميديا اللي إحنا بنتعامل معه، وفي حتى مواقع أو تطبيقات لو أنت تلاحظ موجودة عندك بالجوال إيش ما كان اسمها، طبعا بصرف النظر عن هذه المنصة اللي تبيع لك منتجات وتأخذ وتعطي منها الفلوس، وبعضها يقول لك تدفع الفلوس لغاية ما وصل لك للبيت، بعضهم بالبطاقات الائتمانية، بعضهم بالبيبال، بعضهم إيش ما كان طريقة الدفع له، حتى بالصرافة العادية. ولكن السؤال طبعا، ما في دخان من غير نار، وما في شيء سهل، لازم يكون عندك تعقيدات معينة في الحياة، سواء البضاعة اللي انت اشتريتها ما نسبتك او ما جاتك اصلا، او جاك شيء انت اصلا ما تبغاه، او عملية نصب واحتيال ممكن تصير عليك في شيء كثير مرة. طبعا بالنسبة لهذا الموضوع احنا نتشرف معانا اليوم المحامي الاستاذ خالد بن احمد المحمادي. يسعد مساك بالخير استاذ خالد. حياك الله اخوي هاني، وان شاء الله نقدم شيء مفيد للمستمعين والمستمعات في موضوع مهم موجود في الساحة إن شاء الله بإذن واحد أحد. أتوقع الموضوع ذو أجان زي ما يقولوا، يعني من فينا ما تعرض لمشكلة من هذه الناحية؟ كثيرين ترى، كثيرين لازم. لكن في البداية خلينا نعرف المستمعين بحجر الأساس، أول شيء وش هي أستاذ خالد في البداية قبل كل شيء تعريف التجارة الإلكترونية من وجهة نظركم الخاصة؟ شوف، التجارة الإلكترونية هو كل عمل اقتصادي عن طريق مواقع إلكترونية، بمعنى أنه هو طابع اقتصادي يباشر وموفر الخدمة والمستهلك بصورة كلية أو جزئية، يعني بيع كلي كامل المنتج أو جزء منه. جميل. بوسيلة إلكترونية، يعني عن طريق الخدمات الإلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. جميل جميل، هذه التجارة الإلكترونية أتوقع أنت كمان اختصرتها بطريقة جميلة، يعني وصلت المعلومة، هذا أهم شيء الزبدة اللي فيها. طبعا أستاذ خالد قال لكم مش هو التعريف بالتحديد، ولكن مين كان عنده مشكلة مع البيع والشراء عن طريق الإنترنت والتطبيقات، أو عنده استفسار معين أو مشكلة معينة حاب أنه يستفسر عنها، كل اللي عليك أنك ترسل رسالة بالمشكلة، أو لو حاب أنت فعلا تكلمنا هاتفيا أكتب أبغى أشارك فقط على واتساب إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف إف إم، أرسل هذه الرسالة على 055-66-89-01. طبعا احنا الموضوع هذا التجارة الإلكترونية كان في الحلقة السابقة احد المتصلين نعم اثار هذه الجزئية. اليوم الإعلام والتثقيف والتوعية هو عملية متبادلة ما بين المستمع وما بين القناة وما بين الإذاعة. جميل. فهذه من نتائج العمل الذي تم الأسبوع الماضي، وانه احد المتصلين اثار هذه الجزئية، فرغبة الإذاعة في أنه يكون موضوعنا هذا الأسبوع يتكلم عن التجارة الإلكترونية، لأنه فعلا ذكر الحلقة الماضية أكثر من سؤال بيتكلم عن نفس هذا الموضوع اللي هو مشاكل التجارة الإلكترونية، وأنه اشتكى وزارة التجارة على هذا الموضوع وإيش القضية بالتحديد. وحضرتك طبعا أنت ما قصرت، جاوبته في هذه الحلقة، وزينك أنت جالس تكمل في هذا الموضوع وتسهب فيه. طبعا أذكركم بأنه فعلا مفتوح اتصالاتنا لكم، بس كل اللي عليك ترسل رسالة بالرغبة في الاتصال، أنك تكتب مثلا أبغى شارك، أو تكتب تجارة إلكترونية، تكتب إنترنت، أو أنك تكتب مشكلتك أو سؤالك للأستاذ خالد المحمادي، هو موجود أن يجاوبك، لأنه من حقك أنه هو يجاوبك فعلا بما أنه هو موجود هنا معنا على 055-66-89-001. هذا واتساب إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف إف إم. زين أستاذ خالد، لو انتقلنا لهذا السؤال اللي هو عن النظام الصادر، لو قلنا وش هو النظام، أو هل هناك نظام صادر عشان ينظم لنا التجارة الإلكترونية اللي هو البيع والشراء؟ الموضوع بمنصاته وبتعقيداته أكيد لازم يكون لي نظام معين. طبعا هو التجارة الإلكترونية عن طريق الشبكة الإلكترونية منتشر من زمان، كثرة الطلب عليه وكثرة استخدامه وكثرة ورود المشاكل فيه، مستهلك اشترى منتج ما وصله معيب، نعم، في تعديلات، هذا اللي أدى أن المشرع عندنا يصدر نظام التجارة الإلكترونية عام 1440. جميلة، هذه معلومة جديدة أول مرة أعرفها، ولائحة تنفيذية كمان خاصة بنظام التجارة الإلكترونية، وصدرت هجريا ب 1440. يعني نعم، الكلام هذا مو من زمان، مرسوم ملكي ومعتمد، ولكن قريب يعني حصل، مو من زمان لو أنت ملاحظ، هذه معلومة تشكر عليها فعلا، يعني قبل سنتين
قبل سنتين فقط، ومع أنه التجارة الإلكترونية لو نفكر فيها لها سنين طويلة. وهذا دليل على الاستشعار المسؤول عن الإشكاليات وضرورة تنظيم هذه عملية التجارة. الآن لو تلاحظ أغلب المستمعين أو أغلب الأبناء يستخدموا الجوال في شراء المنتج الإلكتروني. ولو لاحظت كمان أستاذ خالد أيام الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد من كل شيء صار بالتطبيقات، من 1/7 أو من 26/7 من بداية الحجر الكل كان يستخدم التجارة الإلكترونية، ومن غير استثناء كلنا، سواء في طلبات الملابس أو الأغراض المنزلية أو حتى الشراء البقالة اللي هو السوبر ماركت. صحيح. كله كان بالتطبيق، وصارت فيه مشاكل أشكال وألوان يا أخوي خالد. صحيح. اللي ما كان في ذاك الوقت جاهز لهذا الظرف ما كان يقدر يقدم الخدمة. صحيح. وفي العالم الآن في شركات دخلها الأساسي وإيراداتها على التجارة الإلكترونية، وتقريبا التجارة الإلكترونية يعني لها نصيب الأسد. يعني لو تكلمنا في 2018 كم دخلت على المملكة؟ مبلغ كبير أعتقد، مبلغ كبير جدا، واصل إلى 80 مليار. يعني هذا مبلغ مهول تقريبا اقتصاد دولة أو أكثر لو أنت ملاحظ. فهذا معناته أن التجارة الإلكترونية شيء جدي، مو شيء عبثي، المستقبل، وهي المستقبل بإذن الله فعلا. ولكن بما أنها هي المستقبل لازم لها ضوابط، وإحنا تكلمنا طبعا عن النظام الصادر لتنظيم التجارة الإلكترونية في 1440. ولكن السؤال هذه حلوة، العقد الإلكتروني، ما عندنا عقود إلكترونية، هل متى يحق للمستهلك فسخ العقد الإلكتروني ومتى لا يحق له ذلك؟ إحنا فعلا في عقود إلكترونية لما نأخذ ونعطي يعني نشتري، هل اللي بنعبيه البيانات هذه العقود؟ هذه تعتبر عقد. طبعا النظام وضح في المادة 13 أنه يحق للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام. 7 أيام، خلال 7 أيام يحق له فسخ العقد، وهي تندرج كمان على سياسة الاستبدال والاسترداد. نعم. وتسليم المنتج لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة. جميل. فهذه المادة حددت مدة اللي هي 7 أيام، هذا في النظام. لكن الآن ملزم كل مقدم خدمة إلكترونية إنه يحدد سياسة الاستبدال والاسترداد. هو في سياسات عموما زي المحلات العادية، بس يمكن سياسات الشراء الإلكترونية والتجارة الإلكترونية تكون شوية مختلفة عن المحلات العادية، صح ولا؟ يعني نلاحظ بعضهم يلزمنا بأنه الدفع مثلا عند الاستلام، وش رأيك في هذه النقطة؟ شوف، هي كانت موجودة، هذه حسها تدبيسة شوية. لا لا لا, لا, لا كانت موجودة، بس الآن أغلبهم عن طريق الفيزا أو بطاقة مدى، اللي هو مدى ولا ماستر كارد ولا إيش ما كانت، لأن البنوك وفرت الآن في نفس البطاقة اللي هي شراء إلكتروني مدئي تعتبر هو هدفها. فبالتالي هذه قضت على موضوع اللي هو الدفع عند الاستلام. طب إيش رأيك أنت في البروتوكولات أو التكنيك اللي استعملوه طبعا نفس التطبيقات أو الشركات اللي حقت المشتريات الإلكترونية؟ تلاحظ كل شركة عندها كده شروطها الخاصة ومختلفين عن بعضهم البعض. في النهاية وش رأيك في هذا النظام؟ هل نرجع احنا للنظام او النظام الصادر لتنظيم اللي هو التجارة الإلكترونية، او ناخذ بكلامهم؟ يعني تلاحظ الموضوع، شوف، ترك النظام الحرية للمواقع الإلكترونية انه نعم. يحدد السياسة الخاصة فيه، فبالتالي هذا في مرونة في النظام، لكن النظام ولائحة التنفيذية وضعت ضوابط لابد من توفرها في اي موقع إلكتروني، وملتزمين كلهم فيها، لابد يلتزمون. طيب بالنسبة لهذه، هو سؤال خارجي نوعا ما، بالنسبة لهذه الأنظمة، طبعا المملكة العربية السعودية والحكومة الرشية طبعا مشكورين أنهم حطوا هذه الأنظمة، ولكن هل في نظام دولي عموما يعني يحمل طرفين، أو الموضوع على كل دولة مستقل؟ هي كل دولة الآن واضعة لها سياسة خاصة بأنظمة التجارة الإلكترونية، وفي اللي هي نظام التجارة العالمي. إذا كانت الدولة داخلة في نظام التجارة العالمي، فبالتالي الأنظمة اللي موجودة في هذا النظام تنطبق عليها. تنطبق عليها، وطبعا كل دولة لها طريقتها بالنسبة للموضوع اللي هو الإنترنت عموما أو العقد الإلكتروني. طيب بالنسبة لنظام التجارة الإلكترونية، وش العقوبات اللي أوردها النظام؟ هنا سؤال، في عقوبات في الموضوع لابد، في حالة أنهم خرجوا طبعا عن المسار المحدد. هذه إذا طبعا العقوبات وردت في المادة 18، وهي الإنذار والغرامة 1,000,000 ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائمة على حسب حجم المخالفة وحجب المحل الإلكتروني. كثير بندخل الآن على مواقع نبغى نطلب، نلقى مكتوب محجوب الموقع دائما في بعض المواقع، جزئيا أو كليا، فهذا الحجب معناته أنه في عقوبة جت عليه.
وهذا خلاص انت كده طيب حلو وضحت نقطة حلوة. احنا فكر في مشكلة في الموقع. طيب احنا هنطلع الفاصل, لكن قبل ان نطلع الفاصل اللي يسلمكم بالنسبة لاستفساراتكم واسئلتكم القانونية اللي تخص موضوع التجارة الالكترونية اللي انتم بتعملوها بشكل يومي, كل عليكم ترسلوا سؤالكم استفساركم او حتى لو ودكم تتصلون تكتبوا ابغى شارك على واتساب اذاعتكم الاولى اذاعة الفلف فم 055-66-89-001 ومن حقك نجاوبك. وحياكم الله مستمعين الكرام, ورجعنا لكم مرة ثانية مع برنامجكم القانوني الأول من حقك على أثير إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف أفهم. طيب موضوع عنوان حلقتنا اليوم التجارة الإلكترونية. نعم التجارة الإلكترونية, ومعنا طبعا المحامي خالد بن أحمد المحمادي. طبعا أستاذ خالد هنا بيجاوبكم إن شاء الله على كل استفساراتكم, وطبعا أكيد عندنا مشاركات منكم, بس كل اللي عليكم تكتبون أبي أشارك أو ترسل رسالتك اللي حاب تستفسر فيها طبعا مع الأستاذ خالد على موضوعك الخاص بالتجارة الإلكترونية, مشكلة صارت لك بالبيع والشراء في التطبيقات اللي اشترى مثلا شغلة أو صار له موقف معين, كل اللي عليك ترسل رسالتك على 055-66-89-001. طيب أستاذ خالد نرحب فيك مرة ثانية ونقول لك أي. طيب في عندنا اتصال يقول طبعا معنا المخرج خالد القايدي, ناخده ونقول يا هلا وسهلا. ألو السلام عليكم. هلا أستاذي وعليكم السلام, تعرفنا باسمك ومن وين؟ عبد العزيز من الشرقية الدمام. يا حي الله للدمام كلهم يا أخوي عبد العزيز. أخوي عبد العزيز معاك الأستاذ خالد ودينا استفسارك. أحييك أحيي أستاذ خالد. حياك الله أخوي عبد العزيز. من فترة يعني بسيطة جدا طلبت من موقع معين سلعة تمام, فلما جات السلعة بالموقع شكلها غير لما جيت أبي أستلمها مثلا من أحد الشركات اللي توصلها, طلع يعني شكلها يعني غير فهمت, ما أبي أذكر أسماء الشركات ولكن فقلت أنا ما أبيها, فقال لي لا بنحطك في بلاك ليست وما ادري ايش, فقلت هذا في الموقع انتم نظامكم غير, وهذا قالت الشركه الموصله انا ما اتدخل انا اوصل, ولما كلمت الشركه نفسها قالت لا هذا المنتج اللي انت طلبته, قلت المنتج اللي انا طلبته متغير 190 درجه عن اللي جبتوه انتم. في اختلاف, في اختلاف ما بين العرض وما بين اللي استلمته, ما في علاقه بينهم, في علاقة بس إن أنت الآن مختلف. نعم يعني أنت قاعد سويت لي شغلة يعني مثلا خلينا نقول تلفزيون مثلا تمام, التلفزيون مثلا أنا أشوفه 55 بوصة مثلا في, 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 في العرض, وهذا بطلب جاني 32 بوصة مثلا تمام. نعم فالسايز كل شيء الحجم مختلف في الصورة مختلف, فإنه هو نفسه تلفزيون بس مختلف اللي أنا طالبه عن اللي جبته لي أنا. طيب أخوي عبد العزيز قدمت لوزارة التجارة على شكوى على هذا الموقع؟ لا والله ما قدمت إلى طيب. الآن صراحة ما قدمت. طيب شوف هي الوزارة أعطت المستهلك حق أصيل, يعني هذا من شيء من حقوقك له استبدال أو استرجاع أي منتج في أي وقت إذا كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. فتستطيع أنك ترفع على موقع الوزارة شكوى ويحلوها لك. يعطيك العافية بيض الله وجهك وما قصرت حقيقة. حياك الله على الاستفسار عبد العزيز. الله يسلمك حبيبي وشكرا لكم ولإفادتكم لنا, وأبد أن من غيركم ما بشي نسوي صراحة. الله يعطيك العافية والبرنامج هذا لكم في النهاية, شكرا لك حبيبي. ألف 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 إن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله بإذن واحد أحد. شكرا لك وشكرا لاستفسارك يا هلا, في أمان الله أخي عبد العزيز. طيب بعد ما أخذنا هذا الاتصال من الأستاذ عبد العزيز ودنا بس اللهم تعرج لنا على هذا الموضوع اللي هي العقوبات اللي أوردها نظام التجارة الإلكترونية. إحنا على آخر الفقرة الماضية تكلمنا عنها, بس ودنا لو إحنا نركز عليها شوي. طيب مرة ثانية العقوبات هي الإنذار, غرامة لا تزيد عن 1,000,000 ريال, إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائمة, حجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا, وهذه وردت في المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية. طبعا ممكن أن هم يقع عقوبة واحدة أو أكثر, يعني ممكن تأخذ إنذار وغرامة, إنذار وغرامة ومنع من ممارسة العمل. كمان ممكن إنذار وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية, ممكن حجب المحل الإلكتروني جزئيا,
هذه مرت علينا فكرناها انه في مشكله في التطبيق، لكن واضح انه ممكن يكون هذا اقفال لنفس العمل حقهم او اغلاق. طبعا هذه الشيء حلو، احنا الله ينور عليك المعلومات كلها كويس ان احنا عرفناها. وطبعا القانون ينصف الجميع، ولكن الجاهل عدو نفسه مرات لو هو ما عرف. يعني مثلا وزارة التجارة احنا ما عندنا فكرة انه ممكن نتظلم او نرفع لهم تظلم في حالة صار في مشكلة من احد التطبيقات المحلية. كثيرين يعني ما بيعرفوا انه في نظام نص على هذا الشيء. لكن تعرف استاذ خالد، ممكن سؤال هو بس اقدر اقول لك انه استفسار شخصي، في احد بيحاول يشتري من التطبيقات الخارجية اللي هي من الدول الاجنبية، نتكلم عن امريكا ولا اوروبا ولا وش ما كانت، وطبعا بيطلب سلعة والسلعة هذه ممكن ما تجيله زي ما هو يبغى ويصير له عملية نصب معينة، هل ممكن وزارة التجارة تنصفه وتساعده هنا في المملكة العربية السعودية؟ أكيد أكيد، إذا ممكن. إذا كثرت الشكاوي على هذا الموقع عن طريق وزارة التجارة، وزارة التجارة ممكن يكون في مخاطبات للدولة اللي فيها هذه الشركة، يعني ممكن يصير في مساعدة من المملكة نفسها داخلية. نعم. طيب تمام، الله يعطيك العافية على دي المعلومة وحابين نعرفها فعلا. طيب سؤال ثاني، وش هي البيانات أو المعلومات اللي لازم احنا نتكلم عنها أو الواجب إفصاح عنها في المحل الإلكتروني؟ طيب هذه برضو مذكورة في النظام تفصيلا، في النظام نفسه. نعم مفصلة، يعني يقول لك لابد أن الإشارة لحق المستهلك بفسخ العقد، هذا لازم تكون موجودة من البيانات. نتكلم إحنا عن مثلا الزبون من حقه في 7 أيام زي ما قلنا. الآن إحنا للسبع أيام نخليها للاستبدال والاسترجاع، ما له علاقة. إيه خلينا نكمل. تمام. بيان تفصيل السعر المطلوب دفع، يعني لازم يكون السعر موجود. خدمات ما بعد البيع، يعني مو بس أنا بعتك وخلاص، لا أنا لازم أوصل لك المبيع لين بيتك لين المكان اللي أنت حتى. اللي هي خدمة عملاء بمعنى الكلمة. إيه صح. مدة العقد وتاريخ انقضائه لابد يكون فيه. تمام. أحكام الدفع والشحن والتوصيل، إجراءات إبرام العقد، يعني لازم يكون فيه نموذج موجود في الموقع. بيانات المتجر الإلكتروني من سجل من ضريبة، من يعني يكون موقع حقيقي موجود على الشبكة العنكبوتية. تمام. بيانات الضمان إن وجد. بيانات الضمان في حالة أنه صار في تضرر معين يعني من أحد الطرفين. من أحد الطرف. طيب ممتاز، على كده هذه كلها أشياء لابد موجود فيه. يعني نقدر نقول أنه الشخص اللي بيشتري من أحد المنصات أو من أحد التطبيقات، الله يسلمك أستاذ خالد، كيف ممكن يوصل لهذه المعلومات؟ وإيش هل في شيء يطلع عليه قبل اللي يشتري؟ في سياسة الخصوصية اللي في نفس في نفس التطبيق، لمن يخش على أي متجر من المتاجر الإلكترونية يكون ملزمين كلهم فيها، لازم يكونوا حاطينها. حلو، فهذا أول شيء المفترض إحنا نعمله، نقرأ سياستهم وش هي بالتحديد قبل إحنا ما نأخذ منهم أي سلعة. لأنك أنت إذا طلبت الطلب بدون ما تطلع عليه ممكن يجيك زي مثلا المنتج مو هو مخالف أو معيب أو تالف، وتجي ترفع شكوى في الوزارة، المتجر يجي يقدم الورقة السياسة الخصوصية حقته وينشرها لك. في حالة الأستاذ عبد العزيز اللي اتصل علينا من الدمام، انت لاحظت وطلب شغلة معينة وجاته نفس يعني ريليتد نفس الشيء بس انه ايش مو هي نفسها اللي يبغاها او مختلف عن المواصفات اللي هو قرأها، هذا نفس الطريقة يمكن قرأ السياسة حقتهم، سياستهم كانت ممتازة ولكن ما بعد الشراء صارت المشكلة. صحيح، فبالتالي الواحد يعرف ايش ليه. وبرضه صارت في إشكالية ما بين المتجر وما بين الناقل. شيء ثاني هذا. العلاقة ما بين المتجر والناقل، المستهلك ما له اي دخل فيه. المستهلك ما له علاقة، يعني اللي يوصل الطلب نقدر نقول. هذا شيء، هذه كمان قضية ثانية، هذه لوحدها مختلفة، احنا نتكلم الآن عن نفس التطبيق. طيب بالنسبة للفرق بين المنصات الإلكترونية والمتجر الإلكتروني، هل في فرق بينهم؟ فرق بين المنصة الإلكترونية ومتجر إلكتروني، في فرق. طيب. وش هو؟ المتجر اللي هو اللي بيقدم السلعة. صاحب السجل. اللي هو المتجر الإلكتروني هذا. اللي فيه المنتج وفيه البضائع المعروضة وفي أشياء كثير. تمام. المنصة هي المنصة الوسيطة ما بين المتجر وما بين المستهلك. أجل المنصة هي تعتبر المتجر يعني لابد أن يأخذ في هو الوسيط. إيه المتجر لابد أن يأخذ في هذه المنصة حيز أو اشتراك بحيث أنه يوصل للمستهلك. تمام، عشان في فرق، يعني مو المنصة هي اللي عندها البضائع مرات، لا. هي بس اللهم المسؤولة هي عن توفير هذه البضائع وتوصيلها للمستهلكين وسهولة وصولك إلى المتجر.
لا هذه معلومة خالد القايدي طبعا هو مخرجنا الآن بس أقول أول مرة أعرف هذه المعلومة أنا شخصيا. أنا على بالي المنصة هي اللي عندها البضاعة وهي اللي توصل البضاعة وكل شيء. لا لا في فرق بينهم. لا مختلف الوضع كذا. شكلنا بنحاول تجارة إلكترونية وإيش رأيك؟ الموضوع يعني جميل بالمرة. طيب إحنا حنطلع فاصل بس قبل لا نطلع فاصل بس اللهم خلينا أذكركم رقم الواتساب عشان ترسلون سؤالكم لو حبيتوا تستفسرون ولا لو تبون تشاركون نتصل عليكم على واتساب إذاعتكم الأولى إذاعة تلف ألف فم 055-66-89-001. طبعا حستلم اتصالكم أنا وخالد القايد معكم هاني المهندس وطبعا معكم المحامي خالد بن أحمد المحمادي لي يجاوب كل أسئلتكم. خليكم معنا السمع لا تروحوا بعيد. ومكملين معكم أعزائي المستمعين ونفس موضوع عن التجارة الإلكترونية مع المحامي خالد بن أحمد المحمادي معكم هاني المهندس من خلف المايك على أثير إذاعتكم الأولى إذاعة تلف ألف فم. وزي ما قلت لكم استفساراتكم أسئلتكم ترسلونها طبعا على واتساب الإذاعة ولو ودكم طبعا اتصال تليفوني عشان تشرحون بنفسكم كل اللي عليكم تكتبوا أبي أشارك على 055-66-89-001. طيب قبل ما ناخذ اتصال بس نرحب بالمحامي خالد بن احمد المحمادي. اهلا وسهلا فيك استاذ خالد. هلا استاذ هاني حياك الله. استاذ خالد انا شايف ما شاء الله تبارك الله الاسئله كثرانه وفي كثيرين حنجاوبهم حاليا بس نبدا باتصال ونقول يا هلا وسهلا. الو الو السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. من معنا وين تكلمنا الله يسلمك؟ معكم علي عبد الله من محافظه الاحساء. حياك الله يا علي كيف صحتك؟ بخير الله يسلمك. شلونكم انتم طيبين؟ كله تمام. علي معك طبعا المحامي خالد تفضل بسالك. الله يعطيك العافية محامينا. حياك الله أخوي علي يا مرحبا. أنا والله عندي استفسار. أنا شاري من متجر إلكتروني من الإنستغرام ودفعت لهم فلوس. أنا معهم الآن تقريبا من 8 شهور. 3 مرات أرفع شكوى على لهم من خلال تطبيق وزارة التجارة لكن إلى الآن ما انصفوني. يعني هم أنا شريت منتجات من عندهم ودفعت فلوس زيادة عشان يكون فترة التوصيل سريعة وتخلفوا في الموعد. فلما كلمتهم عشان انهم تخلفوا في الموعد وقلت لهم كنسلوا الطلب قالوا هذا غير او مخالف حق سياسة المتجر. انا بحثت في سياسة المتجر لكني ما شفت اي كلام ان انت لما تدفع فلوس غير مسموح لك تسترجع. فما ادري والله ايش الحل. انا تعبت من وزارة التجارة فما ادري اذا عندك فكرة او حل يعني أو في نفس الكلام المكتوب في المنصة نفسها انه ما في ترجيع للنقود. لا غير مذكور غير مذكور اصلا. دخلت على سياسة نشر هالاشي كلها غير مذكورة. حتى لما كلمت وزارة التجارة ما شافوا ان هالشيء مذكور. طيب وش الاجراء اللي اتخذته وزارة التجارة؟ بنكلمك ولا جاني اي اتصال. طيب. مرة واحدة اتصلوا علي ولا انفوني يعني الى الان. طبعا هيش الفترة اللي راحت ممكن عشان الجائحة اللي سارت يمكن ما وصلت او ما وصلت المعلومة لهم بالطريقة الصحيحة. لكن نظام التجارة الإلكترونية في المادة 14 من النظام نص على أنه زي في الحالة حقتك أنك أنت إذا طلبت منتج وما وصلك خلال 15 يوم أنك تطلب فسخ العقد. طب هذا اللي صار. طيب إذا أنت أرفع الآن على الوزارة شكوى مفصلة وأضف لها جزئية أنه المتجر مو حاط السياسة حقته حقت فسخ العقد والاسترجاع. إذا سوينا هالشيء حتنظر لأنه في لجنة مشكلة في وزارة التجارة من 3 أشخاص. الله يعطيكم العافية. بس وصلتك أهم شيء المعلومة يا علي. وصلتني والله معلومة. يلا الحمد لله وإن شاء الله أمورك ميسرة بإذن واحد أحد. اللهم يا هلا يا علي ويعافيك ويعافيك الأهل الأحساء. الله يعطيك الصحة. الله يسلمك. طيب ننتقل لاتصال ثاني كمان ونقول يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا معك من حقك كان المهندس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. من معنا وين تكلمنا؟ الله يسلمك. ابو عبد الله معك من جده. ابو عبد الله كيف حالك؟ الله يسلمك بارك فيك حبيبي. ابو عبد الله تفضل استفسارك مع المحامي خالد. الله يسلمك محامي خالد. حياك الله ابو عبد الله. الله يسلمك بارك فيك حبيبي. انا عندي طال عمرك في شخص تبع مؤسسه
اعطاني التزام مالي، تعهد بالتزام مالي وشيك على اساس مقابل مبلغ انا اديته اياه على اساس انه يعني قرض لحصوله على تمويل، ويرجع لي اياها بعد كذا على اساس انها طبعا هي فائده. وبعد كذا يعني زي اللي انضحك عليه في الشيك التمويل وما تحصل. فالكلام هذا من عام 2018 والشيك بدون تاريخ ولا مكان التحرير. هذا سؤالك. نعم، كيف احصل على هل اقدر اتقدم عليه يعني في جهه في المحكمه ولا في التنفيذ ولا؟ طيب خليك معانا الله يسلمك. لا واضح واضح السؤال. طيب خليك معانا انت على الهواء اسمعنا، والمحامي خالد الان بيجاوبك. خليك معنا. معك. طيب السؤال حق ابو عبد الله طبعا خارج نظام التجاره الالكترونيه، هو يستطيع ان يقدم شكوى للمحكمه العامه او اذا كانت عمل تجاري يكون على المحكمه التجاريه. لكن الشيك اللي يتكلم عنه فاقد لاركان شروط الشيك، من ما في مكان التحرير ولا في تاريخ. الجزئيه اللي هو قالها كمان كلمه فائده، الفائده في المال دائما ربا، فيعني في اكثر من شرط مفقود في الموضوع. وجزئيه كمان الفائده انها لا تجوز انه يطالب فيها اصلا. لا اكيد طبيعي طبعا حسب طالب. هذا اللي فهمته. فانت تقول انه طبعا اقتراحك يقدم للمحكمه بالموضوع الخلاف اللي موجود بينهم. اما الشيك فهو فقد اركانه الشكليه لموضوع انه يكون سند تنفيذ. ايش اللي بامكانه يتوجه للمحكمه وبالتالي يقدم فيها؟ اذا كان العمل تجاري يروح للمحكمه التجاريه، اذا كان حقوقي فيروح للمحكمه العامه. بس من كلامك استاذ خالد الموضوع في صالحه ان شاء الله. على حسب الحيثيات اللي بينه وبين المؤسسه، واحنا الان نوجهه للاتجاه صحيح. ممتاز. طيب على كده ان شاء الله يكون سمعنا واستفاد من هذا الموضوع. وكمان في مو سؤال، في واحد عامل تعليق ونبغى نعرف وجهه نظرك فيها. الله يسلمك محامينا خالد. طبعا يقول السلام عليكم، اخر رقمه 35. نسلم عليه ونقول له تسلم على هذه الملحوظه. يقول لك انتشر في الاونه الاخيره مواقع الكترونيه حلو تقدم خدمات دعم جميع وسائط السوشيال ميديا من خلال أنها تشتري متابعين وتعمل لك لايكات وتعليقات وريتويت. لو أنت تلاحظ يقولك هل هذه المواقع تعتبر عادية يعني سليمة ومصرحة من وزارة التجارة ويحق لها مزاولة التجارة الإلكترونية في هذا المجال؟ احنا نتكلم كتجارة إلكترونية، يعني لازم يكون في سجل تجاري ولازم يكون في ترخيص. شراء المتابعين وإعطاء المتابعين، هو يقول أنا في موقع أنا دخلت عليه وطلبت، هل شاهد هذا الشيء في الموقع؟ بس أنت قلتها بنفسك، فهذه الأشياء تعتبر ما نقدر نجزم أنها هي مرخصة وغير مرخصة من غير ما تقرأ أنت السياسة حقتها. هذا أولا لو كان أصلا عندها سياسة. شوف، من حق أي مستهلك أنه يطلع على سياسة الخصوصية، هذه ترى أهم شيء قبل التعامل. ممتاز، هذا أهم شيء فعلا قبل التعامل، وكويس هذه المعلومات أخذناها منك الله يسلمك أستاذ خالد. لأن إحنا نخش التطبيق على طول من غير لا نقرأ سياسات ولا شيء، نشوف على طول وش عندهم هم يقدمون من خدمة. طيب إحنا بناخذ الآن اتصال ونقول يا هلا وسهلا. ألو. ألو، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام، من معنا وين تكلمنا الله يسلمك؟ أنا علي فقيه من جدة. حياك الله يا علي. علي، بخصوص البلاغات الإلكترونية عن طريق وزارة التجارة. نعم. عندي منتج ثلاجة وتقدمت ببلاغ صيانة للشركة. هذا بعد الشراء يعني، مشكلة بعد الشراء. المشكلة بعد الشراء في الصيانة. أيوه. زين، اتفضل يا علي. أسلم. دفعت فلوس الصيانة جاء صلح الثلاجة بس ما ركبوا القطع، قالوا ما مركب القطع، ما ركبوا القطع، الثلاجة خربانة زي ما هي. تقدمت ببلاغ، كل ما تقدم ببلاغ ينحذف البلاغ، يتلغي. يعني بطب سؤال بعد اذنك يا علي، هل في ضمان على هذه الثلاجه بعد الشراء؟ انا صيانتها مفلوقه عن نفس الشركه بس بادفع قيمه الصيانه، ما صلحت الثلاجه برا، صلحت الثلاجه عندهم في نفس الشركه في المنصه اللي اشتريت منهم الثلاجه. عفوا. أيوة. اخوي علي، انت اشتريتها عن طريق موقع الكتروني؟ لا لا، إيه هذه تقدم الشركه وزاره التجاره. اي هذه تقدم شكوى لوزاره التجاره الغش التجاري او حسب الإشكالية اللي موجودة عندي. بعرف أن أنا قدمت بشكوى على الشركة، انفتح البلاغ وتواصلت مع الشركة، تمام؟ وبعد كده مش البلاغ لليوم الثاني وانقفل، انحذف.
طيب تستطيع انك تراجع لوزارة التجارة وتستوضح عن الامور هذه. طيب شكرا لك عموما يا اخوي علي على معلومتك. انا فكرت مشتري من منصة طلع لها انه تعامل طبيعي من احد المحلات. طيب نبغى نسألك هذا السؤال. خالد القايدي عندنا وقت ولا فاصل؟ طيب اللهم بس حنسأل المحامي خالد عن سؤال. طيب الواحد في حالة انه طلب من متجر الكتروني واكتشف انه يضلل المستهلك او انه يضحك عليه وينصب عليه, وش الحل؟ اول شيء لابد انه هو اذا كان متاكد انه هو الموقع هذا ما وفر له الخدمه اللي هو يطلبها انه يقدم شكوى لوزاره التجاره. ودائما وابدا المسائل الالكترونيه او المنصات والتجاره الالكترونيه تكون وزاره التجاره هي المسؤوله 100%. طيب سؤال كده من احد المستمعين, هو مو مني طبعا, يقول لك وزاره التجاره نتواصل معها ايميل, نتواصل معها الكترونيا, نتواصل معها برقم اتصال. لهم موقع, في لهم ويب سايت ولهم موقع في تويتر بيتجاوبوا فيه كمان, يعني وسائل, وفي لهم رقم واحد يعني يستطيع انه يتواصل معي باي طريقه. يعني في ثلاثة طرق ذكركم هي استاذ خالد, ما شاء الله عليه, الله يعطيك الصحه حبيبي الله. طيب احنا حنطلع فاصل, بس قبل الفاصل كالعاده اقول بانتظار استفساراتكم يا جماعه, ولو حابين تتصلون اكتبوا بس ابي اشارك على الواتساب, على واتساب اذاعتكم الاولى اذاعه الف الف 0556689001. معكم انا هاني المهندس, معكم المحامي خالد المحمادي, بانتظار استفساراتكم, خليكم معنا لا تروحوا بعيد. ومكملين معاكم أعزائي المستمعين, ولكن مع الأسف الشديد هذه الفقرة الأخيرة, في اللي حاب يرسل سؤاله الآن أو يبغى يتصل الآن على 0556689001, هذا واتساب إذاعتكم الأولى إذاعة ألف ألف فم, مو اتصال, لا مجرد أنك ترسل رسالة بسألك, أو لو حابب نتصل عليك تكتب أبغى أشارك. طيب إحنا مكملين مع المحامي خالد بن أحمد المحمادي في برنامج من حقك, ومن خلف المايك معاكم هاني المهندس. طيب معانا اتصال يا أستاذ خالد, فناخده ونقول يا هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام, تعرفنا باسمك, وين تكلمنا؟ معك يا محمد من الأحساء. حياك الله يا محمد, كيف حالك؟ الله يحييك حبيبي أستاذ. طيب محمد معك المحامي خالد, تفضل. وأنا من أستاذ خالد, حياك الله. بس حبيت إحنا أول شيء تعرف على الشيء, وين أخذ المعلومات التجارية أو عشان نتفق احنا في الاغلاط التجاريه, احنا نغلط في ما داخل ايش بدون ما نعرف مصدرها من وين, ونعرف انها اللي شريناها هذه قطعه مثلا اصليه. اي نبي نعرف مثلا الجهاز مثلا المنتج انت المنتج. بتتكلم ما تتكلم على تقول كيف تعرف ان المنصه ان المنتج اللي بتاخده هذا اصلي وانه يعتبر اللي هو تبغاه؟ اي نعم, ابي اعرف المنتج اللي اخذته هذا صحيح اصلي ومضمون ما يتعامل عليه التاجر. أتوقع هذا عن طريق الأستاذ خالد, عن طريق المنصة يعني. المنصة هي اللي توضح لك. وزارة التجارة أنشأت منصة اسمها منصة معروف, تستطيع عن طريق أنك أنت تدخل وتختار الشركة اللي تكون موثوق فيها وتكون أكثر أمانا في المنتجات اللي موجودة لديها. زين يا محمد. فمحمد هذه الأمور طبعا برضو بينك وبين المنصة, تأكد أن صنعتها وش هي بالتحديد ومن أي دولة, وتوقع الواحد يعني قبل لا يأخذ أي شغلة يكون متأكد منها. طيب بس شلون أعرف مثلا الحساب التجاري هذا إنستغرام أو البرنامج اللي بتواصل معه أن هذا موثق مثلا؟ طبعا هذا تعرف عن طريقهم هم, صح ولا؟ عن طريقهم, عن طريق انت ما اشتريت السلعه لسه, عشان كان من حقك تتاكد زي ما تبي. اي خش على السياسه والخصوصيه ويطلع عليها. زين محمد؟ تمام, يا هلا حبيبي, في امان الله. وناخذ اتصال ثاني استاذ خالد ونقول يا هلا وسهلا. الو. الو السلام عليكم. يا هلا وسهلا وعليكم السلام, ما تعرفنا باسمك وين تكلمنا؟ ابو اياد من مكه. حياك الله يا ابو اياد, تفضل معك المحامي خالد. حبيبي يا كيف حالك, هذا رقم مستشار. حياك الله ابو اياد. حبيبي انا عندي قضيه واخذت فيها براءه من عام 1428. الحمد لله السلام يا رب. قضية تزوير رخصة. نعم. ألو. نعم. في البداية انحكمت من ديوان المظالم بجدة
سنة مع غرامة 1000 مع وقف التنفيذ. طبعا أنا استأنف وطلعت المعامل ديوان المظالم الفرع الرئيسي بالرياض، وجاء الحكم بالبراءة بعدم ثبوت الأدلة. نعم حلو. ودحين هيئة الفساد، هيئة الرقابة والفساد الإداري في مكة، رفعت علي قضية في المحكمة الإدارية في مكة، وكانت الجلسة يوم 6/5. بينك أنا ما حضرتها لأنه عن بعد، بس توي خشيت منصة معيد إنه أنطق بالحكم، بس الحكم استلمه يوم 21 جمادى الأولى، يعني 21/5. طيب استفسارك وش هو بالتحديد؟ الله يسلمك يا أخوي. أعرف يعني إيش حيسوى، هل حسم تعذيبي مرة ثانية ولا زيادة حسم تعذيبي ولا؟ وأنا عندي صك براءة. شوف أبو إياد، هذه طول العمر أنت تفضلت الآن أنه عندك أنه في حكم وتستلم الحكم ولك حق الاعتراض 30 يوم. في نظام اسمه نظام الإجراءات الجزائية، وفي نظام للمرافعات الشرعية تقدر أنك أنت تستند عليها وحسب الحيثيات اللي موجودة عندك. طبعا الأحكام إذا هي ابتدائية من حقك أنك أنت تعترض عليها، إذا كانت نهائية من حقك تقدم التماس أو نقض للحكم. طيب شكرا لك ويعطيك العافية أبو ياد، ونكمل إحنا في موضوعنا طبعا اللي هو عن المنصات وعن التجارة الإلكترونية. طيب الوقت كأنه على آخره، عشان كده في كم سؤال كده لو سمحت محامينا خالد. طيب للي يبغى يمارس التجارة الإلكترونية، حلو، قد يواجه إشكالية بعدم الوصول للناس بطريقة مناسبة وقانونية، وش رأيك في هذا الموضوع؟ هل المشكلة في التجارة الإلكترونية عدم الوصول للناس؟ لا، شوف المتاجر الإلكترونية يهمها الانتشار أكيد، فهي تختار لازم. فهي تختار المنصات اللي تكون أكثر انتشارا. لهالسبب وزارة التجارة منشأة منصة اسمها منصة معروف، حلو، وهذه أكثر انتشارا وأمن للمستهلك وللتاجر نفس الوقت. فاسم المنصة معروف، معروف، وهي طبعا اللي تأمن هذه القضية بالتحديد. طيب في سؤال، بس يمكن تعرف السؤال هذا عام عموما، وكمحامي احنا حابين نعرف منك. طبعا أستاذ خالد، دائما أبدا نروح أماكن، سواء نقول بالتطبيقات الإلكترونية أو بالمحلات التجارية أو بأي مول نروحه، نشوف بعض الناس كاتبين البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هل هذا شيء صحيح؟ ودي نعرف ونتأكد منك أنت بالتحديد. والله للأسف هذه كانت منتشرة بكثرة، هي ما زالت ترى، يعني في بعض الأماكن ما زالوا يستخدمونها. غير صحيح، ما زال يعني مو موجود. لا غير صحيح عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. وش رأيك؟ غير صحيح هذا الكلام؟ يعني خاطئ 100%، مخالف لنظام التجارة الإلكترونية ومخالف لنظام وزارة التجارة. يعني لو شفنا أحد المحلات حاطط هذه العبارة بمكان نبلغ عليه، ترفع بلاغ عليه في وزارة التجارة، لأنه هذا كلام غير صحيح. وطيب كويس أنه يعني ظهر الحق الحمد لله، وهذا على لسانك طبعا. في أحد يشوف هذه المعلومة تراها غير صحيحة أبدا وكله كلام فاضي. طيب نرجع لفترة كورونا، حلو، وفترة فيروس كورونا المستجد، في بعض الناس قاموا بشراء بعض البضائع زي الملابس مثلا، وتبين أنها غير مناسبة، ولكن طبعا هذا كلام تعقيب على السؤال اللي سألته قبل شوي، ويرفض صاحب المحل إرجاع هذه الأغراض مع أنها جديدة وغير مستخدمة، فما الحل؟ بتصير وصارت. بتصير. أول شيء المتجر الإلكتروني لابد أن يكون حاط سياسة للاستبدال والاسترجاع. إذا ما هو حاط سياسة للاستبدال والاسترجاع، يستطيع أنه خلال 7 أيام أنه يقوم باستبدال واسترجاع مع المتجر. إذا رفض يقدم لوزارة التجارة. يعني هو يرغمهم نقدر نقوله، ويعطيهم وجهة نظره في الموضوع، ويقول لهم إنه هذا كلام غير صحيح زي ما تفضلت، وإذا في حالة إنهم ما طلوا ويصير خلاص وزارة التجارة على طول تتواصل معهم وتتفاهم معهم. طيب هو بيني وبينك السؤال اللي إحنا نسأل نفسنا كلنا عليه، ودنا نبيع ونشتري، ودنا نأخذ راحتنا مع المتاجر الإلكترونية، ولكن كلنا نخاف من موضوع الاستغلال أو التضليل أو النصب، فوش رأيك في هذه النقطة؟ كثيرين يخافوا من هذا الموضوع، بالذات الناس الكبار، يعني عارف اليوم كيف؟ اليوم انا اجي ادخل على متجر الكتروني، نعم، اول شيء لازم اتاكد انه هو مصرح له، مصرح يعني لازم يكون. كيف نعرف هذه النقطه بالله يا استاذ خالد؟ لما في الاجراءات حقت المتجر، حلو، يستطيع انه هو يدخل عليه. اذا ما هو موجود فهذه مخالفه على المتجر، هذا واحد. اثنين، لابد يكون حاط السياسه حقت المتجر من استرجاع، من ضمان، من استبدال، من فسخ للعقد إذا ما تم استسليم البضاعة.
إضافة إلى أنه المفترض أن احنا نتجه إلى المنصات المعروفة اللي هي زي منصة معروف، هذه آمنة أكثر من أي منصة أخرى. فإذا في منصات موثوق فيها وسبق تجربتها فما في إشكالية فيها. يعني من كلامك منصة معروف هذه برضو فيها بيع منتجات؟ هذه منصة الشركات والمتاجر الإلكترونية موجودة فيها المرخصة، هنعرف عن طريقها إيش المعتمد بالتحديد عشان نقدر نتعامل معها مستقبلا، لأن هي تابعة لوزارة التجارة. يعني الله يعطيك العافية على هذه المعلومة. فاللي عنده مشكلة مع المنصة اللي بيختارها أو يخاف من حقيقتها أو أنهم طبعا غير حقيقيين، كل عليك تروح على منصة معروف، وزي ما أشر لنا طبعا الأستاذ خالد بإمكان نشوف المنصات المعتمدة من وزارة التجارة. أستاذ خالد حديث ذو أجان أوكي. وما يخلص، وبعدين هذا المستقبل لو أنت ملاحظ، ومهما صحيح. سألنا حتطلع لنا برضو أسئلة جديدة، وطبعا الاستفسارات كثيرة في هذا الموضوع، ولكن الوقت مع الأسف كأنه سبقنا. طيب أستاذ خالد، إن شاء الله على الأسبوع القادم لو حاب تكمل بنفس الموضوع نكمل، حكون جدا سعيد. موضوع يحتاج إلى حلقة ثانية وفعلا، وكلام أكثر عنه وتدقيق كمان أكثر في بعض الأمور. طبعا كان معاكم المحامي خالد بن أحمد المحمد، يعطيك العافية أستاذ خالد. شكرا لك أخوي هاني، وإن شاء الله نكون أفدنا المستمعين والمستمعات. إن شاء الله يكون استفاد المستمعين، وإن شاء الله كمان أسأل سؤال يعني زي ما يقول أخذ ضالته إنه ارتاح بالإجابة. وكان معاكم من خلف المايك هاني المهندس عبر أثير إذاعتكم الأولى إذاعة تلف ألف فم، ومن الإخراج طبعا خالد القايدي. شكرا لكم، للقاء ثاني إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الوقت مع الخميس. في أمان الله.